تلقت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربع 24 مايو 2023 ضربة قوية وشهدت سقوط رهيب وعنيف. للتفاصيل تابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية. بس زي ما احنا متعودين في الأول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ جولتنا، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجلت أسعار الذهب في مصر بوض بختام تعاملات أمس بمقدار 20 جنيه للجرام الواحد. علشان يوصل سعر جرام الذهب عيار 21 واللي بيعتبر الأكثر انتشار في مصر ل 2410 بعد ما كان قرب لمستويات 2500 جنيه خلال الأيام اللي فاتت. أما عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، جرام الذهب عيار 24 واللي بيعتبر الأعلى قيمة في مصر 2754 جنيه للبيع و 2731 جنيه للشراء. أما عيار 21 فسجل 2410 جنيه للبيع وسجل 2390 جنيه للشراء. وسجل جرام الذهب عيار 18 واللي بيعتبر الأكثر انتشار في محافظات الوجه البحري في مصر 2065 جنيه للبيع و 2048 جنيه للشراء. وسجل جرام الذهب عيار 14 1606 جنيه للبيع و 1593 جنيه للشراء. وسجل الجنيه الذهب 19280 جنيه للبيع و 19120 جنيه للشراء. وسجلت أوقيت الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربع 1965 دولار. أما عن أسعار الذهب في عدد من الدول العربية في بداية تعاملات اليوم الأربع 24 مايو 2023، فسجل جرام الذهب عيار 21 في السعودية في بداية تعاملات اليوم 215.89 ريال. وسجل في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربع 221.25 درهم. وفي الكويت سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 17.57 دينار. أما في دولة قطر فسجل جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 202.24 ريال. وفي سوريا سجل جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم حوالي 138.585 ليرة سورية. بعض النصائح الهامة عند شراء الذهب: تأكد أنك أخذت فاتورة الشراء من المحل اللي هتشتري منه ويكون مسجل فيها رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية للمحل، وتكون الفاتورة أصل وظهر ومكربنة. وحاول تشتري الذهب اللي مفيهوش فصوص كتير علشان ما يقلش وزنه وتمنه عند البيع. وقبل ده كله لازم تشتري من محل موثوق فيه ومعروف. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية في بداية تعاملات اليوم الأربع 24 مايو 2023. لو وصلتك ما توقفهاش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. واشترك معايا في القناة علشان هقدم لك كل جديد في أسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.